جمعية المودي إطلاق حملة لتقديم كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة الكبار والصغار. فكان عدد المستجدين في أول مرحلة 40 واحد، اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم إعاقات دائمة، اللي عندهم جروح بحاجة لتغيير، بحاجة لتقديم أدوية، بحاجة لتقديم مستلزمات. أول مرحلة الاستبيان، ثاني مرحلة الزيارة المنزلية. الزيارة المنزلية بتقتصر على الطبيب والممرضين لرؤية التقارير الطبية والكشف عن الحالة، كشف عن أنواع الأدوية. المرحلة الثالثة اللي هي بنقدم فيها نحن المستلزمات اللي طلبها المريض من أدوية، من مستلزمات عدة المشروع. أول شيء أطلقناه على شهر، لما لقيناه له صدى كتير كبير كان مدد المشروع 3 شهور.